أكفص 24 ساعة دوز في حياة أخوت. ويلي 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 قدي كما كتشوف هو أخيرا طلعنا الطيارة مدلر سلام تخيلوا معايا بسبب هاد الباليزه هذه كنا غادي ندخلوا للحبس الدراري قسما بالله. واش الخوت صباح الخير ومعكم يتسع ومرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد كالعاده اخوتي. قبل ما نبداو فيديو ما تنساوش ندير معكم واحد لايك وتابونوا وفعلوا الجرس باش نضموا لعائله 20 صاحي احسن 20 في العالم اخوتي. كما كتشوفوا حنا كاينين اخوتي في المطار اخوتي يا صابيح اللي كاين في تركيا الدراري. المهم كما شفتوا الفيديو اللي فات المشكل اللي طرا لنا اللي ما كناش معولين عليه كنا اخوتي غاديين فرحانين المغرب زاهين ما مسوقينش كاع واخا كنا معطلين كنا نقدروا اننا ندوزوا حتى لاخر لحظه اخوتي. هما يقولوا لنا باللي ضروري خاصكم تيست بي سي ار وزيد عليهم غتمشي عليكم الطياره فاش غادي تمشيو تقادو حيت غتخصك ساعتين باش تخرج لك الريزولطا فهمتوا الدراري البلان. ولكن شوف هاني والله تهانيه. المهم دوزنا اخوتي واحد 24 ساعه ما نكذبش عليكم اخوتي في هذا المطار هذا اكفس 24 ساعه دوز في حياتي اخوتي. شفت فيها شي حاجه والله يمكن قسما بالله داز طويله نقدر نقول لكم فيها 3 ايام الدراري. ولكن اليوم ان شاء الله هو النهار اللي غادي نمشيو فيه المغرب تفحشنا المغرب ما نكذبش عليكم الدراري. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو المغرب غادي نزهيو عاوتاني تما غادي نرجعوا للحماق ديالنا غادي نتلاقاو ريان غادي نتلاقاو ويلي اش شوف انزهيو تما ديال بصح الخوت. المهم البلان شنو هو الخوت دابا غادي نمشيو غادي نحطوا الباكاج ديالنا في واحد البلاصه باش ناخذوا التيكيت اخوتي وديك الساعه اخوتي عندنا الحق اننا نمشيو للمغرب وان شاء الله اخوتي كل شيء يدوز على خير. المهم كنبغيكم كاملين الدراري وزاي اخوتي خليكم على الفيديو. المهم الخوت كما كتشوفوا الدراري دابا جينا لهاد البلاصه هذه اخوتي هنا فين غادي نشدوا التيكيت ديال الطياره ديالنا باش اننا نركبوا المغرب اخوتي. ويلي 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 خويا شي مشاكل كيجيونا حنا والله ما يمكن مشات علينا الطياره طلبوا لنا تيست بي سي ار. ولكن شوف اليوم ان شاء الله ما عندهم ما يدوموا معنا فهمتي قادينا كل شيء فهمتي اليوم كندخلوا هادشي وهادشي فاش كنفكر والله الا هادشي فاش كنفكر. شوف اخوتي شوف شحال عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ومازال سبعة في أمور داري. شوف اللي كتهدا شوف هادشي خلونا ندوزو وكنبانو بحال شي مهربين الحشيش. شوف 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 اخوتي ربي دابا هادو ما تقولش مهربين الحشيش شادين هادشي بالسلوفان وكنكحل طريفة كبيرة هادشي اللي كنشوف الخوت. المهم دابا الدراري عرفتوا شنو غادي نديرو اخوتي غادي نشدو الصف مع هادو اخوتي وغادي ندخلو ان شاء الله نشدو التيكيت ديالنا الدراري ويكون خير فهمتي غادي نشدو الصف. لا لا يا ساعة بس هاد الساعة هاد الساعة والله إلا برمج دير عقلك أصاحبي تخيلوا معايا اخوتي الناس كيكون شادين الصف بحال هكا ساعتها شنو كيدير كينقص الله يهديك الله يهديك. المهم خوت غادي نشدو معاهم الصف وان شاء الله فاش ناخذوا التيكيت ديالنا غادي نرجعوا لكم. مهزوز انا مهزوز فرحان انا. المهم خوت كيما كتشوفوا الدراري والله حتى فرحانين ديال بصح واخيرا وليس اخيرا قدرنا اننا اخوتي غادي نخرجوا من تركيا الدراري من بعد ما دوزنا عندهم 48 ساعة اخوتي زايده كنا غاديين غاديين وما يقول لك غادي تجلس. ولكن شوف المهم واننا قضينا غرض. المهم الخوت مشينا دابا عندهم اخوتي خدينا التيكيت ديالنا الدراري قادينا كلشي الدراري كان عندنا واحد المشكل ديما المشاكل ديما عندنا المشاكل. المهم كان عندنا واحد المشكل فاش اخوتي هذا المشكل هذا كان عندنا فاش في الفاكسان الفاكسان اخوتي ديك الورقه ديال المغرب وما كايناش عندي انا سعدوش كاينه عنده رضا كاينه عنده ولكن الدراري كما كتعرفوا حنا المغاربه مطورين اخوت دغيا زربت عليه وانا نقول ليه باق وانا نشدها من عند رضا اخوتي وانا نعاود ندوز لي هذيك وانا نقول ليه بلي هذه راه ديالي هو يشوفها بحال هكا ويقول بحال هكا ويقول غادي تكون هذه ديالو وصافي دوزنا عليه. المهم الخوت شو 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 المهم هو اننا نزلنا الخوت. المهم دابا الدراري جات لقيتها باش انني غادي نوريكم البلاصه فين نعسنا اخوتي حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لي فين نعسوا فين نعسوا. المهم انا نمشي نوريها لكم دابا شوف مهزوزه. المهم الخوت كما كتشوف هذه البلاصه هذيك ياكلوا فيها الناس الدراري كلشي بخير برجر كينغ اخوتي داك بوبيس ولا ما عرفتش سميتو كلشي بخير الخوت. المهم هذه هي البلاصه اخوتي فين كنا ساكنين. المهم الدراري انا نوريكم كيفاش الله كما كتشوف اخوتي هنا راه كاين بزاف ديال الناس مشاو عليهم الطياره حتى هما كيتسناو بحالنا حتى بقينا الصاط حتى بقينا 48 ساعه وسط المطار وكنديروا غير تشالنج ديال 24 ساعه. المهم الدراري انا نوريكم كيفاش البلان الخوت كما كتشوفوا هذه البلاصه هذه اخوتي كنا حاطين فيها الباز اخوتي واحد فينا كيبقى فايق واحد كوجوج كيمشي نعسو فهمتوا الدراري البلان وكنا كنعسو اخوتي في ديك البلاصه فين كتاكل ديك المراه هي ذاك الكرسي واحد كينعس هنا واحد كينعس في ديك البلاصه عاوتاني اذا خالقين فهمتي واحد كيبقى ناعس هنا بهذيك الطريقه اللي وراكم كيبقى مقابل داك الشيء اخوتي زعما يتصفر لينا داك الشيء ولا شي حاجه حيت كما كتعرف اخوتي تركيا ولات شابكه فيها السرقه ديال بصح. المهم دابا عرفتوا شنو جات الوقيته ديالي سيدي جات الوقيته ديال اننا نمشيو ندوزو للجمارك. المهم الخوت كما كتشوف هو اخيرا وليس اخيرا اخوتي دزنا وطبعنا الباسبور الدراري وداز كل شيء بخير وعلى خير الدراري كما كتشوفوا هما الدراري فرحانين مهزوز انا ويلي ويلي
المهم اول حاجه بغيت نسولكم الدراري قولوا لي كي جاتكم تركيا. يلا قولوا لي كي جاتكم تركيا. انا نقول لكم انا صبر انا نقول لكم كيفاش جاتني تركيا. تركيا صراحه دوله زوينه ياك ورخيصه دوزنا فيها شي لعيبات الهربه ديال بصح ولكن اخوتي هادشي بحال نقول لكم بحال قلتي فيها الزوين وفيها عاوتاني الخايب فهمت الخايب. المهم الخايب اخوتي ان شاء الله الا بغيتوني ندير قناه اخرى الدراري ونبدا نقول لكم لي ستوري تايم لعيبات اللي طراو لينا شي لعيبات ما شفتوهمش اخوتي في فيديوهات وداكشي عرفتي الا مشيت تعاود تشوف لكم غير لكم الدراري. المهم قولوا لي في لي كومونتير يلا قول لي انت خير اذا كي جاتك تركيا واش بغيت ترجع ليها عاوتاني. يلا سير 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 الصراحه عجبتني بزاف وناضيه وتسكننا فيها شفنا شي بلايص فيها بلايص الهربه ولكن عاوتاني فيها شي حوايج خايبين شي حوايج كيطراو لينا ولكن صبر قول لي واش تقدر صبر صبر ولكن واش تقدر ترجع لتركيا بلا ما تكذب عليك بلا ما تكذب تقدر ترجع حيت الصح. اش نقول لكم واحد الحاجه اكثر حاجه عجبتنا اخوتي هما ان الحوايج عندهم الخاصين سبرديلات الخاصين ديال بصح بلايص هرباني ديال بصح وعندهم اخوتي داكشي الهربه ديال بصح. يلاه دابا جات النوبه ديال سعدوش. سعدوش قول لينا كي جاتك تركيا. يلاه سير تركيا زوينه ياك. يلاه سير ولكن كنت غرش عليها غرجه ولكن ماشي معاكم حيت انتم مشاكل. دابا هذا شنو هذا الرجل وانت كتمشي مع اخويا الصداع كيجي عندنا كيدق علينا شنو رجله هذه يا صاحبي حشوم عليك شنو كيقول لنا هذا خونا سكتو حشوم عليك يا صاحبي حشوم عليك يا صاحبي. دابا كيفاش انت باغي تسافر بلا بينا صاحبي مرجله ما هو علاش انا في السفر جبتك معايا نجاش وانت فيك الصداع حتى انا في الصداع هذا اخوتي والله يطول عمرك. المهم الدراري كما كتشوفوا دابا دخلنا للجهه الاخرى اخوتي ديال المطار. دابا الدراري غنمشيو نكتشفوا شي بلايص هنا واللعيبات الدراري وداك الشيء وغنحاول انا نصور لكم وديك الساعه اخوتي سبعه غادي نمشيو للمغرب. واش دابا حنا في المغرب؟ احنا راه دابا صافي فتنا الفيراج دابا قسمنا الفيراج مع تركيا. تحيه مغربيه جماهير تركيا ويلي ويلي المهم الخوت ما نكذبش عليكم فينا المود ديال الجوع اخوتي حيت الماكله اللي كنا كناكلو صراحه برا ما ماشي شي حاجه الدراري بالعكس كتزيد تجيب لك الجوع الخوت. المهم بعدا نقصوا دابا منكم كنعتقوا ديك الساعه غنرجعوا للمغرب ما كاين غير القصوا عاوتاني تعرفتي صوت المغرب اللوبيا طاجين كسكسو الرفيسه شو انا بعد الوليد النهار الاول فاش غنهبط نبقى كنت الدجاج المحمر اي حاجه بغيناها غنطيبها انا ويلي زين صافي 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 سيم والهروي وعزيز صافي صافي خليني بعدا تنزل الفيديو. المهم الخوت دابا غادي اخوتي نتغداو الدراري وديك الساعه غادي نمشيو غنتهيوا في المول عاوتاني راه هنا هضره مول هضره ما بقاش مطار تبارك الله اخوتي قدرت صبر صبر نوريكم غير من هنا اخوتي وديك الساعه غنمشي ناكل شي شويلي تبارك ويلي ويلي ويلي. المهم الخوت كما كتشوفوا سعدوش وجههم باش قال ديال الصحه الدراري ضربها بواحد النعسه والله ما يمكن مع تخدينا اخوتي ومات ومتي متي تخيلوا معايا اخوتي من واحد بلاصه عاليه قد هكا طاح من فوقها الدراري ومشكله كنوضوا كنقول ليه ارجع بلاصه كيقول خليني الناس خليني الناس. المهم الدراري كما كتشوفوا جينا لهاد البلاصه هادي عرفتوا خوتي الاثمنه والله ما يمكن تخيلوا معايا الدراري هادي صندوقه ديال الفلوس بشحال دايره 100 درهم 100 درهم هاد المصاصات هادو اللي كاين هنا شاد المصويلي ويلي تبارك هاد المصاصات هادو مالهم قدها كاسات 90 درهم تبارك الله اتو قداش ما عمري شي مصاصه انا قدها كان قسما بالله غادي تبقى تنص فيها من اليوم صافي حط المصاصه صافي حط داكشي حط داكشي ديال الناس. المهم خوت كما كتشوفوا الدراري عرفتوا هاد البلاصه هادي الاثمنه فيها والله ما يمكن هادي شحال دايره تقريبا شي 100 درهم هنا دايره ب 14 زايده 40 درهم هادي مازال شويه هادي نقدروا نقدروا نقولوا مازال شويه ولكن مقارنه بالمغرب. اما خوتي هنا في تركيا هادشي كامل راه رخيص بحال دابا هادي هاد الملكه هادي نقدروا نقولوا رخيصه 100 درهم وصحاب ديال 12 درهم سعد واقيلا 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 هادشي هادشي كيبان لي غالي. شوف اخوتي هنا شنو كاين عاوتاني كاين الشراب اخوتي شراب صغير ديال الدراري صغار على قد الحال فهمتوا الدراري وتخيلوا معايا الشراب هذا راه هو غالي الدراري وكما كتشوفوا هنا كاين الشراب ما كتشوف تما صاحبي الماء الماء يصحاب لك الماء رضا رضا دير عقلك رضا دير عقلك دير عقلك وين خوك كما كتشوفوا الدراري الشراب اعوذ بالله اخوتي يلاه بعد واحد حد حد الدراري حد معنا حد داكشي غتشوف هنا حد داكشي ما شفنا حد شو الدراري بغا يصفق لا خشب
وي اخوتي كما كتشوفوا الدراري هاد البلاصه هادي فيها كاع داكشي اللي بغيتي ولكن باثمنه والله ما يمكن. هادي اخوتي شحال داير؟ هادي دايره شي 30 درهم تقريبا حلال كما كتشوفوا مكتوبه. قال لك اسيدي 10 دولار ويلي ويلي 10 اورو ويلي ويلي. شوف شوف برينغز برينغز دايره 50 درهم ما عمري شفت برينغز دايره 50 والله اخوتي. هاي الدراري صبر صبر نقول لكم واحد اللعيبه حتى داكشي حد داكشي حد اسمعني نقول لك واحد اللعيبه نقول لكم واحد اللعيبه الدراري واش فراسكم بعدا واحد البلان راه ما بقاش بزاف الطياره تقريبا بقات نص ساعه اذا راه خاصنا نمشيو نشدو البلاصه دي صافي خاصنا نمشيو خاصنا صبروا ولكن قبل خصني نوريهم واحد مينطوس. ويلي ولاد مينطوس هادي قداش اخوتي ويلي افلام هادي مال خوت هاد مينطوس هادي تخيل معايا نديرها بالسكوكه ندير واحد العمل خير شنو هاد العمل بس بس شنو هاد العمل شنو هاد العمل يلاه نمشي بزاف ونمشي للصين وندير داك خوت ديالك يبقى يحفر حفارك يصيد الحوت مال خوت عرفتي كون درنا لابيسين اخوتي ديال الكوكا والحوش 10 من هادو ويلي ويلي تفركع تفركع اخوتي تفركع عرفتي دابا الدراري شنو غادي نديروا الدراري والدراري ترجعوا معنا دابا خصنا نمشيو نقلبوا على بلاصتنا يلا يلا نمشيو يلا 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 ويلي ويلي المهم الخوت كما كتشوفوا اخيرا طلعنا الطياره هما الدراري I'm going to go to the house. خلاص كنقول لكم هاد اللعيبه سادش توحش انا رايان يجي يبقى يفيقني مع الصباح بديك اللبسه ديال سبايدر مان ويجي كيتوحش كنتوحش الموطور ديالي ولكن شوف الله يتزاد تخيلوا معايا خوتي هاد الطياره هادي كامله كما كتشوفوا فيها غير مغاربه صبر صبر هاد الطياره هادي شكون فيها فيها المغاربه راه كلشي مغاربه خوتي كتشوفوا دخلنا خوتي كيقولوا الصلاه تبارك الله بالدعاء الصلاه على رسول الله اذا صدر I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
مهم الخوت كما كتشوف هو اخيرا وصلنا لمطار محمد الخامس واخيرا وصلنا المغرب. توحشنا المغرب ولكن اخوتي طرا لينا واحد المشكل. المهم الدراري كما كتشوف ها هو رضا معصب ديالو بصح ها هو سعدوش اخوتي. تخيلوا معايا بسبب هاد الباليزه هادي كنا غادي ندخلوا للحبس الدراري قسما بالله. المهم الدراري المهم انا نشرح لكم كيفاش البلان اخوتي. هبطنا من الطياره اخوتي هبطنا ديخانين ديال بصح حيت ضربنا اخوتي تقريبا واحد 5 سوايع ديال الطريق هاد الدراري. اون فوا وصلنا هبطنا اخوتي طبعنا الباسبور ديالنا بخير مشينا باغي نهزو اخوتي الامتعه ديالنا وجات لقيت باش اننا نخرجوا اخوتي من واحد البلاصه ديال الجمارك. المهم الدراري شنو هو البلان دوزنا هادي دازت دوزنا هادي بدينا كنعمروا واحد شويه اخوتي هما يدوزوا هادي هما يلقاو فيها طلع لهم شي حاجه طلعت لهم شي حاجه. الدراري عرفتي الدراري تخلعوا الدراري تخلعوا ما يشوفوا يقول واش ديال من هادي ديال من هادي مع قال ديك ديال من هادي انا تهشرت صافي قلت لك ما درناش شي زبله ولا شي حاجه. عاد فكرت اخوتي باللي في هاد الباليزه هادي كنت جايب معايا دوك المهم بحال نقول لكم بحال قلتي ديك المينوط ديال الحبس اللي كنتو ديجا شفتو عندنا ماطرات الكليموجي. المهم كنا جايبينهم غير على افكار الفيديوهات واللعيبات اخوتي. المهم الدراري الله تلقاونا البوليس اخوتي. المهم بعدا فكيناهم معاهم بزز قسما بالله. البلان شناهو اخوتي بغاو يعرفوا علاش جبنا داكشي كيصحاب لهم واش حنا بغينا نديرهم شي حاجه شي عيبه كذا. المهم راه حيدوهم لينا باش تكونوا عارفين. قلنا لهم اخوتي باللي حنا راه كنديروا غير يوتيوب وريناهم الفيديو فين شريناه انه ماشي ديال شي حاجه ولا مستعملينه في شي غرض ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن شوف هاني شوف هاني والله شوف 5 سوايع ديال الطريق زيد عليها ساعتين. ولكن شوف الحمد لله الحمد لله بعد البوليس ديال المغرب تفاهم معنا عرفتي كون طحنا في شي بوليس ديال شي بلاد اخرى والله اخوتي ما كانوا غيتفاهموا معنا وكيفاش غنشرحوا لهم دابا بحال مثلا شدوك البوليس ديال تركيا يلاه تشرح لي يلاه قول لي قول لي هذاك التركي هو ما كيدوي بشي شي لغه قول لي باللي بغيت نقول لك باللي راه هذا بغيتو في فيديو ولا شي لعيبه ما كاينش هادشي راه ما كاينش. ولكن صبر صبر البلان اللي بغيت نقول لكم الدراري شنو كي جاتكم تركيا كي جاكم هذا السفر هذا كامل يلاه كي جاكم هذا السفر هذا السفر هذا برعايه شنو شي حاجه شي حاجه كتشرح وين المفتاح. المهم الدراري انا نشرح لكم شكون هو هذا مين المفتاح. من واحد خونا اخوتي كنا كريم عنده شي باني. المهم عنده واحد العين اخوتي مسدوده والله شنو هو اخوتي كيبقى يدير هكا ويجي عندنا واحد النهار ودرنا الساروت ودرو هاد الريضه هذا ماشي انايا مع ودرو اخوتي ويجي دق علينا خونا في الدار عطانا واحد الساروت اخر قال لنا باش تقضي غرض ولينا اخوتي وقت ما خرجنا وقت ما خرجنا مع قال لنا دوبلو ولينا وقت ما خرجنا اخوتي كيجي عندنا وين المفتاح وين المفتاح وين المفتاح. ولكن شوف قول لي اخي الريضه بالروج ولا كيجاك هاد السفر هذا شوف واخا هاد السفر هذا دهبيل بدينا اخوتي غادي نطاشما شويه اخوتي تفرقنا انا والدراري الدراري على ود سعدوش اخوتي حيت سعدوش ما كيخلوش انه يجلس في الهوستل ولا الاوطيل حيت كيقول لك دري صغير وما كاينش ورقه ولعيبات ومشاكل. داكشي علاش مشيت كريت انا وياه من بعد اخوتي جريضه ونسنا الدراري زينه هذه بصح خلقناها في انستغرام ستوريات. ولكن شوف ما نكذبش عليكم الدراري هذا من احسن السفرات اللي درت في حياتي باش نجيكم والله حتى احسن عرفتي دوزنا شي لعيبات الحمقين. ولكن شوف 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 انفو ان شاء الله اخوتي غادي ندير لاشين الثانيه الدراري غادي نبقى نعاود لكم في هذه ستوري تايم هرباني ديال بصح غنعاود لكم كيفاش اخوتي كنا غادي نموتوا. تخيلوا معايا كنا غادي نموتوا واحد خونا هز. المهم بلا ما نكثر عليكم هضره شوف شوف ما نحقوش عليكم اللي غنقول لكم اخوتي الا بغيتو نديروا لاشين ثاني قولوا لنا في لي كومونتير. المهم زاهي اخوتي كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انا معكم واحد تابونوا وفعلوا باش يوصلكم. المهم الخوت دابا ملي وصلنا المغرب يعني رجعنا للبلبالة واللي جاي اخويا احسن وما كاين غير بيب 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 زاهي اخوتي كان معكم هاد الصايب الدراري.